وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كييف الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. أهلا بك دكتور معنا. وفي البداية تعليقك يعني على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأيضا في رأيك لماذا يتقدم بوتين بهذا التصريح الآن رغم علمه بالدعم الغربي الكامل لأوكرانيا؟ تحياتي لكم للسادة المشاهدين. بالتأكيد يعني أوكرانيا تعتبر التصريحات تأتي قبل انعقاد مؤتمر ومنتدى السلام غدا وبعد غد، وبالتالي هي تحاول أن تجهض مشاركات الدول أو يعني رفع سقف آمالها في تحقيق أي يعني انفراجة في فهم وجهة نظر أوكرانيا ومبادرة أوكرانيا، وبالتالي يعني إفشال هذه أو هذا المنتدى. أما من ناحية أخرى باعتقادي كذلك أن التصريحات تعيد الجميع إلى نقطة الصفر. لماذا؟ لأن وضع شروط تعتبرها أوكرانيا إملاءات، أيضا هذه العملية تقوض جهود الوساطة، لأن أن يطلب من أوكرانيا ألا تفتح في على طاولة المفاوضات الأقاليم الأربع التي تم ضمها بشكل غير قانوني، هذا يعني أن أوكرانيا ستستسلم قبل أن تجلس، وبالتالي على ماذا ستجلس وما هي مطالب أوكرانيا. بالنسبة لعضويات أوكرانيا يمكن المناورة في ذلك والحديث عبر المفاوضات والوصول إلى توافق، ولكن أن يشترط قبول أوكرانيا بضم الأقاليم، الأصل أن تقول روسيا نحن جاهزون للحديث عن الأقاليم الأربعة وطريقة إدارة هذه الأقاليم، فإذا وصلنا إلى توافق لا يهدد أمننا القومي يمكن أن نصل إلى توافق مع الجانب الأوكراني. أما أن نقول أن هذه الأقاليم تم ضمها، بالنسبة لأوكرانيا هي تتسلح بعدة أمور، تتسلح بالقانون الدولي الذي يمنع ضم أراضي دول أخرى بالقوة، هي تتسلح أيضا بالتوافق الدولي حولها ومعها، وأيضا أن الوعود التي تصلها يوما بعد يوم تزداد في الدعم العسكري، الدعم الاقتصادي والدعم الأمني والاستخبارات. أريد أن أشكرك شكرا جزيلا دكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار.